زين اطفالك ايش راح تقول لهم من راح يكبروا؟ عائلة فلشت من ورا. راح ابني انا مو ابني هذا، مو ابني ما اريده بعد. رجلي معاق هو بالمستشفى رادي توظف وقالوا له روح سوي هاي المعامله وتعال. على ما راح سوى المعامله كملها وخلصها ويقولوا له انت ما تستحق سوي مبايعه. لابني كان اسمه وعد عايش عند جديته ام امه. ومن جيت ليش اسمه قال عندكم داعشي. انا كنت اوصي بيه اقول له ادير بالك لا تروح ويا هذول ترى هذول ناس قتله. لا تقرب يمهم. اخير شيء ب 2015 شهر الخامس 2015 جرح شهرين ما ادري وين داوم ما ادري بالحوض ما ادري بالقياره وطردوه سجنوه. قمت ادور له عادانه قمت ادور تاندلو وين شتلوه وين ودوه راح ويا جاي قاتل. لا لما سالت عليه احد العناصر من داعش قال لي مسجون ترى قياره ورادوا له القتال وما قبل يروح. هو كان بتل عفر انا من هزمه من عنده بس من اخر شيء قام يمشون من الموصل راحوا بتل عفر. هسه كل شيء ما اعرف عنه. يمكن ما ظلت لنا مكان بهالبلد ما اعرف يعني يمكن ديرتك ما تريدك مكان الغير الغربه ما يريدوك بعد. اقول حسبي الله ونعم الوكيل. عائلتي فلشت من ورا واخاف يصير ظل عداوات عشائريه ظل هالمقتول ابنه هالمقتول اخوه الظل. يعني ايش تترجى من هيك زلمه؟ يعني قلنا له هذا ما له نهايه يعني ترى بعدين يعني ما لا تخسر جهالك تخسرني اني تخسر اهلك ما يفيد. لو ميت خير لي ولا على المذلة والإعانة والرزالة والبرد والعر والجوع يعني لين متى اشكي همك؟ انا اشكي هم رب العرش يعني ما ظلت لنا حتى مكان بالمجتمع يعني شو تريد تقول للواحد مشتول ابنه؟ شو تريد تقول للواحد مهدوم بيته؟ شو تقول للواحد مثلا منهوب امواله واملاكه؟